كل صوت نسمعه يعرف شيئاً حولنا. ويزيد من فهمنا له. وما زالت هنالك أصوات كثيرة لم نتعرف عليها بعد. وحتى نوسع مداركنا لابد من تخطي حدود ما نألف. وفي مجال الفضاء عزمنا على تخطي تلك الحدود لخير أهلنا وبلادنا والإنسانية، لنسمع صوت كوكبنا، لنسمع صوت الأرض أثناء حركتها في الفضاء من موجات صوتية. اقتبسنا تلك الذبذبات وأعدنا رسمها بشكل دائري لتمثل الاستمرارية والتواصل، واستلهمنا من النخلة التي توسطت شكل ذبذبات الصوت التأكيد على أصالتها.